وانت معايا يصعب عليا رمشة عينيا ولا حتى ثانية. انت يا امل حياتي كلها. بحبك. شو نسيت احكي معهم بالبيت؟ هلا بيكون مشغول بالهم. قديش الساعه؟ نامت جوال. رح ابعت مساج على جروب العيله. يعني هاد جروب العيله بيطفش الواحد. شوف مثلا شو بيبعتوا. وصفه سحريه لعلاج الصداع. يا سلام. فوائد الكركم. يا عين. ضابط شرطة ضحية الدبدوب الراقص. حظك اليوم. كأنه برد الأكل ما؟ يلا حياتي. يلا ببعت المساج بعدين. بون أبيتي. بون أبيتي يا أمر.